يواجه فريق العين الاماراتي فريق الاهلي السعودي في الجولة الخامسة من دوري ابطال اسيا لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الضغط على زر لايك وشير القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المستقبل هذه المباراة ملعب هازا بن زياد ستاديوم بالعين في تم الساعة الخامسة مساء بتوقيت الامارات والسعودية وقطر والساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والساعة بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت اف سي و اس اس اكسترا دي الناقل الحصري والبث المباشر للمباراة تجدون في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصيات ترزق عليكم لكي توصل دائما وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونعتبر لكم موعد في موعد قادم